بدأت مسيرتي مع موهبة بالصف السادس ابتدائي، حيث أن الوالدة حفظها الله سجلتني، ولله الحمد انقبلت وطلعت على أول ربع بالمية على المملكة ولله الحمد، ودخلت ببرنامج موهبة وكملت مسيرتي معهم، والحمد لله كانت بمدارس الرياض، حيث أني شاركت بكثير المسابقات وجتني كثير دورات وكورسات من موهبة بالمجال الطاقة وهذه الأشياء. ولله الحمد أنا اليوم برحلة علمية ثقافية في بريطانيا باسمي. أتقدم للشكر لشركة أكسون موبيل التي رعتني إلى هذه الرحلة المميزة اللي استفدت منها بكثير من الأشياء. حضرت فيها كمية workshops عن الـ environmental science، عن الـ leadership، عن الـ entrepreneurship، عن الإلقاء والتقديم. الصراحة أتقدم لهم بالشكر، والحمد لله زرنا أكسفورد يونيفرسيتي، كامبريدج يونيفرسيتي، وإمبريال كوليدج لندن. سوينا تورز حولهم واستفدنا منهم، ولله الحمد وشكر خاص وألف الحمد لله دائما وأبدا. شكرا أكسون موبيل.